بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ثبت أقدامنا فيما يرضيك من أحوالنا، آمين يا عبد. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفما آية أخرى، لباس لكم وهن لباس لكم، أنتم لباس لهن. واللباس هنا كناية عن القرب الكبير للقطبين، لدو بارتنر، لا الشريكان. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذه اللي ما يخليش ربي حتى محرمات، إلا إذا كان أتيت زوجتك في دبورها، هذا حرام ومن الكبائر. وتعرفوا العلاقة في الدبر كلها على مستوى البيولوجيا، على مستوى التجرثم، على مستوى قبح العملية، على مستوى اللي تعبت وانتونة وكذا كذا. والمرأة تحس كبير حاجة تخلى عليها حاجة ماهيش مذكورة في عقد الزواج، ولو دون فاسون تسيت ماهيش مجهور بها. يعني المرأة أكل المسرة هذيك تاع الدبر تاع القسط، المسرة هذيك مش يدمرها ويمزقها، وتولي هي ما عادش تشد لا ريح ولا تشد غائط. يعني شوف انت كيف عصيت ربي، وذاك علاش قلنا من الكبائر. عصيت ربي، سقط زوجتك اللي انت خديتها على اساس اني مش تحافظ عليها وعلى سلامتها وتسعى في سعادتها مش في شقائها، اللي ما تحيا وجهك منحرفين. نسأل الله السلامة.